في الجنوب الكبير، انا نربط فيها، رانا ماشيين كذلك بتدريجيا في انجاز منشات النقل. في الانتاج الحمد لله رانا على طاقه انتاجيه جيده، وحتى البرامج اللي في طور انجاز يعني راح تحط في منأى الجزائر حتى في سنوات القادمه، يعني بدون حتى مشكل، بدون بكل اريحيه. رانا في اكثر من 23 ميجا واط الان، راح نمشي 25 ميجا واط بالطاقه الاضافيه هذه. طلب الان في الدروه ما يتجاوز 17300 ميجا واط اللي نتوقعوه في الصيف في شهر جويه اوت سا ديبون، 17300 ميجا واط اللي حسب يعني توقعات منظومه الكهرباء. و يعني كاين الحمد لله يعني ممكن نلبيو طلب باي مشكل، ولكن لازم نطوروا شبكه النقل وكذلك شبكه التوزيع، لان منظومه الكهرباء ماشي غير الانتاج، انتاج النقل والكهرباء، ونقضيو على كل العوائق، منها بعض الاعتراضات، منها بعض يعني بعض التاخرات في انجاز بعض المشاريع. كاين واحد يعني ما يعني معنيين بها سمح الغاز على عاتقه، وكان بعض العوائق اللي خارج نطاق سمح الغاز، ولكن تواصلوا بالتواصل مع السلطات ومع المحليه مع الساده الولاد اللي شخصيا يعني نتواصل معهم من اجل رفع حتى في التنقلات داخل الوطن، نحاول يعني نتقربوا من السلطات والمواطنين كذلك المعنيين بهذه القضيه، ونعالجوا فيها تدريجيا باش يعني نداركوا هذا التاخر في انجاز خاصه شبكه النقل، هذا في الداخل. وفي نفس الوقت نشتغلوا كيفاش مع في اطار هذه الجمعيات كيفاش نربطوا الشبكات اقليميا ثم عربيا في مرحله اخرى. هذا الربط في المستقبل، باش نرجع السؤال اللي طرحته، راح يسمح لنا كذلك لا قدر الله كانت ازمه نقدروا نمشيو كذلك في الجهه المعاكسه على حسب السياسات المنتهجه. خاصة تثمين كل الامكانيات لكل بلد، هذا هو الشيء المليح. وغدوه نمشيو مثلا في الطاقات المتجدده، راح يكون كذلك سبيل كما تكونش عندك شبكات، الطاقات المتجدده راح تستعملها في الداخل شيء جيد، ولكن الاحسن كذلك تستورد الطاقات المتجدده. هذا هو يعني الهدف. ولما تطور الشبكات مش ممكن يعني تمشي في هذه الاستراتيجيه. الشبكات الكهرباء خاصه النقل راهو عنصر هام وهام جدا، وهذا من بين الاستراتيجيه وراه الشغل الشاغل تاعنا باش نمشيو فيه بديناميكيه اسرع وبادماج وطني كما درنا في الانتاج وفي التوزيع، وان التوزيع الان 100% اندماج وطني. قمنا كذلك ب اندماج وطني باستراتيجيه فيما يخص النقل. بعد سنه ان شاء الله راح يكون المحاولات ذات الضغط او التوتر العالي في عزازك ان شاء الله يدخل في طور التشغيل مع شراكه هنديه وكذلك ان العزاز كاع تاع لو جروب الى كالجيري، عندنا دونك شراكه 51 49، حنا مع مؤسسه تاع وزاره الصناعه تاع الى الجزائر وشريك تدخل في انتاج. هذا راهو عنصر هام، وكذلك نشجعوا كل يعني المناوبه اللي راح تمشي وكل يعني الصوت اللي توصل راح تمشي. هذا هو الهدف تاع الاندماج الوطني باش نلحقوا الى نسبه عاليه جدا على غرار الانتاج، اللي وين مصنع التوربينات الان راهو موجود، اول توربينه جزائريه خرجت. كذلك فيما يخص ال بي سي سي انجينيرينغ ولو بروكيرمون ديال لا كونستركسيون، ورانا تدريجيا ماشيين ان شاء الله باش نلحقوا الى نسبه جد وعاليه. حتى فيما يخص ربط مناطق الدل والمستثمرين الان في التوزيع، يعني راه هو جزائري نقدر نقول لكم 100% في المعدات وفي الشركة، بفضلها في ظل جائحة الكورونا قدمت نتائج جيدة، وكنا نتابعوا ومدينا تسهيلات لفرع التوزيع واعطينا أوامر صارمة باش ينجز بدون أي قيد. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا جانب من انطلاق الجمعية العامة للاتحاد العربي للكهرباء بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، وكان هذا السيد شاهر بولخراس رئيس المدير العام لمجمع صنع الغاز. إذا سنعود لهذا الموضوع بالتفصيل في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. نواصل حيث قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد إن قرار فتح الحدود أمر سيادي، لكن الرأي الطبي يقتضي إبقائها مغلقة لأن الغلق هو من جنب الجزائر تعقد أزمة الوباء. كما فتحناش
الحدود والطائرات هي اللي راهي نكملوا نوصلوا فيها نوصلوا. إذا درك حنا رانا في حالة استقرارية وفي حالة تنازلية وممكن نسبة بالمئة باللي غلق الحدود. وإحنا شفنا لما فتحوا الحدود بين إسبانيا وبعض الدول كيفاش انتشر. نقعدوا كما رانا ساعات نكونوا في حالة شوية اللي تؤسينا، لكن الضرر راهو جماعي وهذا الوباء يقتل. إذا حافظوا على القرار هذايا. لما تنزل الأرقام وبصفة طويلة ونتأكد باللي حقيقة بعد أسابيع أو أشهر أو ما نعرف باللي الأمور